أسعد الله صباحكم نور على نور وصباحكم حلو بالنور صباحكم أمن وسلام حضرات السيدات والسادة الكرام نرحب بدولة السيد فيصل عاكف الفائز الأكرم وتنوب عنه أو نيابة عن الدكتورة أمل حمد الفرحاني كما أيضا نرحب سعادة الأستاذ طلال أبو غزالة إن جمعكم هذا يبشر بالسرور كما يبشر بالفرح أرحب بكم أجمل ترحيب نعم أجمل ترحيب مشتركين سوية في عنوان مؤتمرنا هذا دور المرأة في صنع القرار ولأنها الأم لأنها الزوجة لأنها الابنة ولأنها الأخت والصديقة بل لأنها نصف المجتمع نعم أيا كان تخصصها هي عاملة طبيبة موظفة مهندسة أيا كان تخصصها هي امرأة هي تصنع القرار لأنها فارسة السلام ولأنها يد السلام ولأنها أجنحة السلام إذن قادرة أن تصنع القرار إن مشاركة المرأة في صنع القرار تشكل أهمية العملية الديمقراطية لأي بلد وهي تعكس أيضاً النظام السياسي والاجتماعي في الدولة على كافة المستويات كونها تتيح أيضاً للنساء المشاركة في تخطيط القرارات وتوجيهها بشكل يخدم فكرة المساواة بين جميع الموظفين لتحديد أبرز الطرق في تفعيل القرار المثل الأعلى لنا جميعا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين خادم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وملكة السلام ملكة الإنسانية الملكة رانيا مثل أعلى هو دور المرأة في صنع القرار إن قيمنا العربية تشكل رافعة لعيشنا المشترك باعتبارها السبيل الوحيد في عالم اليوم المعقد الذي يمكن من خلاله لدولنا وشعوبنا أن تستمر وأن تتقدم وأن تزدهر وفي مقدمة هذه القيم الاحترام والتسامح والتعاطف نرحب بكم من جديد أجمل ترحيب في مؤتمرنا هذا بدورته الأولى المنعقدة بتاريخ هذا اليوم المؤتمر الدولي في صنع القرار الآن مع كلمة سعادة الدكتور أمين أبو حجلة فليتفضل الدكتور أمين مشكور بسم الله الرحمن الرحيم معالي الدكتورة معالي العين الدكتورة أمل الفرحان مندوب دولة السيد فيصل عاكف الفايز راعي الاحتفال ضيوف الأردن المشاركين في أعمال المؤتمر أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة السيدات والسادة الحضور الكريم يسعدني في هذا الصباح الجميل من أيام الأردن البهية أن أرحب بكم في مؤتمرنا الدولي دور المرأة في صنع القرار ثقي بقدراتك والذي جاء ترجمة لتوجيهات مولاي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وجلالة الملك رانيا العبد الله حفظهم الله واللذان يؤكدان باستمرار من خلال الرسائل التوجيهية للحكومة واللقاءات المباشرة مع القيادات النسائية والمرأة الأردنية في الميدان وفي مختلف مناطق المملكة على أهمية دور المرأة في عملية التنمية الشاملة وتفعيل مشاركتها في بناء المجتمع من كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأكاديمية والثقافية وبما يسهم في مواجهة مختلف التحديات ويعزز مسيرة البناء والتطوير وبالشراكة مع كافة المؤسسات في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني الخدماتية والتطوعية وجلالة الملكة رانيا العبد الله أشارت بكلماتها التوجيهية في العديد من المناسبات والفاعليات المختلفة والتي تعنى بشؤون المرأة وعلى المستوى المحلي والإقليمي والعالمي إلى أن المشاركة وتمكين المرأة
هما عنصران مهمان في تطوير وبناء المجتمعات المتعلمة والمتقدمة. والمرأة الأردنية حققت مكاسب كبيرة واستطاعت الوصول بكل كفاءة إلى أعلى المناصب القيادية في مختلف المجالات في القطاعين العام والخاص. وقالت إن تمكين المرأة يضمن تمكين المجتمع، والمرأة هي صمام الأمان لأنها أساس البناء في تنشئة الأجيال، ولها دور كبير في رسم مستقبل مجتمعاتنا والوطن على العموم. والمرأة الأردنية سواء كانت في سوق العمل أو في البيت أثرها كبير جدا، ففي المنزل معنية بتربية الأطفال وتعلمهم مبادئ الأخلاق والمحبة واحترام الآخرين والتعايش والتسامح، مما ينتج عنه خلق جيل منتم ومحب لوطنه وقيادته. ومن هنا اسمحوا لي أن أرفع إلى مقام جلالة الملكة راني العبد الله أجمل آيات الحب والولاء والإخلاص، وأقول: يا سيدتي ومولاتي، إننا في أردن الهاشميين ننبض حبا وولاء للعرش الهاشمي، وإننا لنستلهم من جلالتك غدا مشرقا للمرأة الأردنية وللجميع في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم. حفظكم الله ومتعكم بموفور الصحة والعافية. معالي الدكتورة أمل الفرحان مندوب دولة السيد فيصل عاكف الفايز راعي الاحتفال. إن مشاركة المرأة في الحياة العملية تشكل أهمية كبيرة في العملية الديمقراطية لأي بلد، وهي تبرز طبيعة النظام السياسي والاجتماعي في الدولة عبر المستويات المختلفة كافة، كونها تتيح للنساء أن يشاركن في تخطيط السياسات وتوجيهها بشكل يخدم فكرة المساواة، ليس بين الجنسين فحسب بل بين جميع المواطنين بشكل عام، وبالتعرف على مفهوم المشاركة ومستوياتها ومراحلها والمفاهيم المتصلة بها كالمواطنة والديمقراطية والوعي السياسي، ورصد أبرز المعوقات أمامها، والتعرف على أهمية المشاركة وتحديد أبرز الطرق لتفعيلها في القرار السياسي. وفي مؤتمرنا اليوم ومن خلال محاوره الرئيسية يركز على ضرورة دعم المرأة في مختلف محافظات المملكة وبناء وتعزيز قدراتها وإمكاناتها كعنصر فاعل في المجتمع، وكذلك يشكل حافزاً للسيدات لبذل المزيد من الجهد لخدمة مختلف شرائح المجتمع وتطلق طاقاتهم الإيجابية إلى مزيد من العطاء والتميز. وكذلك فإن رسالتنا في المؤتمر هي أن للمرأة حق مكتسب في الحياة السياسية، وهي الشريك الأساسي في عملية الإصلاح السياسي، ومشاركتها مقياس لتقدم المجتمع. يجب على المرأة أن تسعى لتحقيق المزيد من الإنجاز التشريعي لتثبيت حقوقها المنشودة من خلال مشاركتها في مواقع القرار والتشارك مع الجمعيات النسائية والمنظمات المجتمع المدني عبر الجهات الحكومية والبرلمانية. معالي الدكتورة أمل الفرحان مندوب دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الأعيان، لن أطيل عليكم في الحديث حول ما تم إنجازه في عام 2019 لضيق الوقت، ولكن اسمحوا لي أن أتحدث في عجالة عن رؤيتنا لعام 2020. سنبدأ في مطلع العام القادم بالجلسات الحوارية المتسلسلة تحت عنوان الحوار نهج الحكم الهاشمي واستقرار الدولة. ثانياً، المؤتمر الدولي البصمة الشبابية لولي العهد أثر القيادات الشابة في تنمية المجتمع. ثالثاً، المؤتمر الدولي للسلم المجتمعي وحقوق الإنسان ينتهي بالاحتفال بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم ملك السلام. رابعاً، المؤتمر الدولي دور الإعلام والفن في نشر ثقافة السلام المجتمعي ومحاربة انتشار آفة المخدرات. خامساً، المؤتمر الدولي دور الأمن السيبراني في حماية الأنظمة الإلكترونية من الهجمات الرقمية. الاستمرار في مشروع وعي الشباب درع الوطن الواقي، والذي انطلق بعد زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى إدارة مكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات وملتقى سعادة الدكتور طلال أبوغزاله. الاستمرار في الندوات الحوارية الخاصة بالجامعات
والتي بدأناها في عام 2019 حول دور الجامعات في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف. ختاماً أتقدم بالشكر الجزيل لكم جميعاً على هذه المشاركة بأنواعها، وشكر خاص لراعي احتفالنا دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الأعيان ممثلاً بمعالي الدكتورة أمل الفرحان، وشكر خاص كذلك لضيوف الأردن المشاركين الكبار الذي نعتز بهم ونفتخر بهم، وكذلك الشكر الموصول إلى كافة المشاركين والحضور، والشكر الجزيل والخاص لكل وسائل الإعلام التي تغطي هذا الحدث العربي المهم، ولا أنسى الجنود المجهولين في فرسان السلام الذين يعملون بكل جهد وأمانة وإخلاص لخدمة الوطن وقائد الوطن. وأقول لهم ونحن على عتبات الانطلاق إلى العالمية في عام 2020، لقد صدقنا الوعد الإخوة والأخوات جميعا مع حفظ الألقاب، لكم مني ومن كل أعضاء الهيئة الإدارية والاستشارية العليا وكافة منتسبي فرسان السلام، هذه المؤسسة الوطنية الشامخة والرائدة والتي أسست خدمة لمولاي سيدي جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، كل الحب والاحترام والتقدير، وفقكم الله جميعا وسدد على طريق الخير خطاكم. السلام عليكم ورحمة الله. قدرة القيادة وتلاحم الأمة الأرض. الآن مع كلمة سعادة الدكتور طلال أبو غزالة، القائد الذي يعد من أحد القيادات الأكثر نفوذا في العالم بإنجازات كثيرة ومساهمات بارزة في التعليم والمحاسبة والملكية الفردية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فلتفضل مشكورا. أنا ما عندي خطاب مكتوب، عندي كلمة من القلب إلى القلب. بداية أخاطب الزميلة العزيزة السابقة باعتباري استقلت من مجلس الأعيان، ولكن زمالتي مع معاليك أمل الفرحان. أنا شاكر راعي هذا الحفل الصديق العزيز دولة فيصل الفايز الذي انتدبك، وخصوصا أنك نموذج للمرأة صاحبة القرار وصاحبة الدور، فكان اختياره كما هو دائما في خياراته كان اختياره موفقا. وبحكم زمالتي معك في المجلس أيضا أنت نموذج لي، كما كنا قبل دخول القاعة، يعني بحكم صداقتي مع والد معاليها وتربيتنا في صداقة ومحبة، تخاطبني بطلال بدون الألقاب، وأنا شخصيا بحب اسمي، بحب من يناديني طلال، يعني ما عندي عقدة الألقاب أبدا. أجمل ما يمكن أن أخاطب به هو طلال. فشكرا، شكرا لك وشكرا لحضورك، اهلا وسهلا فيك. استاذ امين ابو حجله، شكرا لك على استضافتي وعلى ما تقوم به من جهد في هذا المجال. وانا شاكر ان الكلمه دور المراه يعني شوي مخففه، عاده اجد كلمه تمكين المراه، ولما بشوف مؤتمر عن تمكين المراه بضحك، لأنه يعني المرأة بتمزح ولا بتحكي جد لما بتقول تمكين المرأة أو حتى دور المرأة، وهو مخفف كأن المرأة تحتاج لأن نحدد لها دور. والله يا جماعة أنا شوي يمكن عقلي مش ضابط معاي، إنه المرأة بدها دور وبدها تمكين، مش ضابط معي أبدا. مظبوط، مش ضابط. فأنا انولدت طفل وكنت تحت حكم أمي، اعمل ما تعملش، اشرب ما تشربش، البس ما تلبسش، روح ما تروحش. دور المرأة من يوم ولدت كان سيطرة وسلطة علي. تزوجت 56 سنة، نحتفل السنة، دور المرأة مش محتاج تعريف، يعني
محكوم الرجل في البيت كطفل كزوج كأب وفي كل المراحل. فمش فاهم يعني شو اللي بدها إياه المرأة. هل هي أسلوب للضحك على الرجال إنه أنا مظلومة بدي ما مش فاهم لما المرأة بتقول بدنا تمكين وبدنا دور. شو في دور يعني أنت بالبيت وأنتوا كل واحدة منكم كل واحدة منكم يا هي أم أو هي زوجة أو هي ابنة أو أخت أو زميلة ما كل واحدة فيكم متحكمة بالرجال اللي عندها. بس لما نيجي بالمؤتمرات بتقولوا تمكين المرأة بس بالمؤتمرات بس ينتهي المرأة بصير المشكلة تمكين الرجل. يعني كلام فيه كثير من التجني على الحقيقة. المرأة لا تحتاج إلى أن نحدد لها دورها هي تحدده. المرأة لا تحتاج إلى تمكين هي تحدده. بعين المناسبة أنا أقول أن كما تعرفوا أنا حتى أول يعني الكتاب الذي ألفته حديثا أو ألف عني حديثا أصريت أن يكون اسمي اسم الكتاب طلال ابن أديبة اللي هي والدتي وهي أول من كان له دور القرار اللي هي والدتي. الآن إذا في لسه امرأة مش مقتنعة بكلامي إذا في حد ما أنا أظنش في حدا مش مقتنع بس أنتوا بتحبوا تضحكوا على الرجال هذا أسلوب من حسن التعامل مع الرجل حتى تسيطروا عليه بأنه أنت المسيطر وأنت المقرر وأنت كل شيء. وبالتالي إذا كان في هنالك من هو ليس مقتنع اشرح لي كيف يمكن لرجل أن يحدد دور. يعني بدي آلية. الكلام كله حلو نسمع مؤتمرات دور المرأة في القيادة دور المرأة في المجتمع دور المرأة في التعليم تمكين المرأة بس خلي أعطيني واحد شيء ملموس كإجراء وسيلة. كيف يعني أمكن كيف يعني أمكن المرأة كيف يعني دور المرأة. اللي يصنع القرار هو من يصنع القرار. فإذا أرادت المرأة أن تصنع القرار فهي قادرة أن تصنع القرار. وإذا ما بدت تصنع القرار هذا ذنبها. فما تنتظر الرجل يصنع القرار ولا تنتظر رجل يمكنك. خذي قرارك بيدك وكوني صاحبة القرار. وتضيع الكلام في المؤتمرات عن الدور وعن التمكين ممكن يكون أسلوب للترفيه ولكن مش راكب براسي أبدا ولا يوم ركب براسي أن المرأة تحتاج للرجل ليحدد لها دور أو ليمكنها من دور. المرأة تتفوق على الرجل بكثير من الأمور. المرأة أكثر عاطفة من الرجل ونحن نحتاج في هذه الدنيا إلى العاطفة والإحساس والمحبة والمودة وهي هي ميزة المرأة. المرأة أكثر قدرة على التحمل من الرجل. إحنا من وجع عيني مثل ما هلأ عم يوجعوني بكره الدنيا. المرأة تتحمل آلام الولادة وهي تبتسم. المرأة أقدر على تحمل الألم والمعاناة والمرض. المرأة عندها حس الجادجمنت أكثر من الرجل. يعني مرات كتير نحن بننخدع بالكلام أو بالمجاملات أو بالإدعاءات إنما المرأة من نظرة تستطيع أن تحدد إذا كان الشيء صحيح أو صادق. المرأة عندها قدرة أكثر على الحس الحدث الحدس هي قادرة أكثر من الرجل. الجينات ما في جينات أحسن من الجينات. جينات كلها واحدة بنت الابن والبنت بنزلوا بنفس الجينز فما في تمييز بالجينات. ما في تمييز في أي شيء اللي يطلب من المرأة أن تحتاج لمساعدة. يعني خلينا نخرج من حدوتة ومهزلة تمكين المرأة وتحديد دور للمرأة في صنع القرار. صانع القرار هو من يصنع القرار. ما حدا بيعطيك
لا قدرة ولا سلطة لصنع القرار. اسمع القرار واتكلوا على الله وارحمونا وما تضلوا تكذبوا علينا وتقولوا تمكين المرأة. احنا عارفين انكم اقوى منا وعارفين انكم مسيطرين علينا. شكرا جزيلا. قدمها لنا الاستاذ طلال ابو غزالة فنشكره اشد تعبير الشكر. في الحقيقة تعقيبا على كلام الاستاذ طلال ابو غزالة، نحن لسنا بحاجة لهذه المؤتمرات، إنما هي بمثابة دعم وأن نكون يدا بيد بالفعل لتمكين المرأة ولدور المرأة في صنع القرار. الرسالة جاءت جميلة جدا، تلامس قلوب الجميع، تلامس قلوب النساء، لأنها المرأة ولأنها قادرة على اتخاذ القرار وصنع القرار بل وتنفيذ القرار. شكرا للأستاذ طلال أبو غزالة.